برحب فيكم مشاهدينا، ونكتفي بهذا القدر من النقل المباشر من ورشة العمل حول تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغر الدستورية. وأرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج الحدث، وضيفنا فيها رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جابور. صباح الخير استشار، أهلا وسهلا فيك. شكرا. في هذه الحلقة طبعا لا جديد على ما يبدو على خط التأليف الحكومي عشية بلوغ عمر التكليف شهرا واحدا، رغم أن الرسالة الأبوية اللي توجه فيها الرئيس ميشيل عون بالأمس إلى كل من لديه هواجس، يعني بأن أبواب القصر مفتوحة، أحدثت نوع من ثغرة إذا جاز التعبير بجدار الأزمة. ولكن الرد السريع لنائب سليمان الفرنجي المعني الأول بهذه الرسالة لم يوحي بأن الأمور إلى حلحلة قريبا. سنتحدث طبعا بالتفصيل في هذه الحلقة عن موقف القوات اللبنانية من المراوحة بموضوع التأليف وأبرز العقد التي ما زالت تتحكم بهذه العملية. طبعا أفاق المرحلة المقبلة التفاهم المسيحي وكل الهواجس من هذا التفاهم، وأكيد الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات الموعود. كل التفاصيل مع حضرتك بعد موجز لآخر وأهم الأخبار مع الزميل شادي. صباح الخير. تمكن الجيش السوري وحلفائه من السيطرة على حي طريق الباب شرقي حلب، فيما تتواصل الحملة العسكرية لاستعادة الجزء الشرقي من المدينة كاملا. وأعلن المرصد السوري في بيان اليوم عن سيطرة القوات الحكومية على الحي، وقال بهذه السيطرة تكون قوات النظام قد تمكنت من تأمين طريق مطار حلب الدولي الجديد. وأضاف المرصد أنه بالسيطرة على حي طريق الباب فأن النظام استعاد نحو 60% من الأحياء الشرقية في المدينة التي كانت في قبضة المعارضة. إلى ذلك أفادت قناة الجزيرة أن 52 حافلة تنقل مقاتلين من المعارضة السورية وعائلاتهم وصلت إلى إدلب شمالية سوريا قادمة من منطقة التل بريف دمشق الشمالي تنفيذا لاتفاق مع الجيش السوري. يا رب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعى الإعلام الحربي المركزي عبر حسابه على تويتر المصور حسن الشريف جضة الذي استشهد على جبهة الشيخ سعيد جنوب حلب، وقالت الصفحة الرسمية لفرقة الإعلام الحربي المركزي إن جضة البالغ 27 عاما استشهد مع 3 آخرين خلال القيام بواجبهم الجهادي، وهو من مواليد مدينة نبل في ريف حلب الشمالي، والتحق بالإعلام الحربي بعد كسر الحصار عن نبل والزهراء، حيث خضع لدورات في فنون التصوير الحربي، وله مشاركات عديدة في تصوير عمليات الجيش السوري وحزب الله ضد المجموعات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي وعدة مناطق في حلب. دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لمواصلة الجهود للتوصل إلى سلام في سوريا. وقال كيري أثناء جلسة في العاصمة الإيطالية روما جمعته مع لافروف على هامش منتدى للطاقة: كل الدبلوماسية لا تزال على قيد الحياة، في إشارة إلى الجهود لحل الأزمة السورية. وأضاف كيري في مؤتمر صحفي: نواصل استكشاف السبل لوقف المذابح غير المبررة في سوريا، ولا ينتظر أي منا الإدارة القادمة. هذا وتستأنف غدا مباحثات تجمع منذ نحو أسبوعين بين روسيا وأطراف من المعارضة السورية المسلحة في العاصمة التركية أنقرة. تعليق في المواقف المحلية، وتعليقا على البيان الرئاسي الذي صدر بالأمس متضمنا دعوة أبوية من رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى أي مسؤول أو سياسي للاجتماع به كي يودعه هواجسه، قال رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجية لصحيفة المستقبل مساء إنه لم يرده بعد أي اتصال ولم يتبلغ بأي مسعى أو عرض وزاري جديد حتى الساعة. إلى ذلك قالت مصادر مطلعة على موقف تيار المرد للنهار إن ما صدر عن الرئيس عون هو كلام عام موجه إلى كل اللبنانيين، كما أنه موجه إلى كل من لديه هواجس، فيما ليس لدى تيار المرد أي هواجس. وأضافت: فيما يعني التيار، وإذا ما وجه الرئيس عون دعوة مباشرة إلى النائب سليمان فرنجي إلى لقاء في قصر بعبدة لمناقشة كل الأمور، فهو سيلبيها انطلاقا من احترامه لموقع رئاسة الجمهورية.
نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه تحذيره من تداعيات الفرز الذي سيحدثه قانون الستين، وقال إنه صار مطلوبا من الجميع الإقرار بحتمية الذهاب إلى قانون يرتكز إلى النسبية حتى لو على أساس اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وشدد على أن قانونا كهذا سيؤدي إلى خسارة الجميع من حصصهم الحالية، لكن في المقابل سيكون في مصلحة مستقبل لبنان وأجياله الجديدة. وأبدى بري بحسب صحيفة السفير استعداده وحزب الله للتنازل عن المكاسب التي يوفرها لهما قانون الستين، وبالتالي القبول بخسارة نسبة من المقاعد على أساس النسبية، لأن الهدف الأبعد هو حماية لبنان وتوطيد دعائم استقراره من خلال القانون الانتخابي الجديد. ختام الموجز، عودة إلى الزميلة كاترين حنا وبرنامج الحدث. شكرا لك شادي، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، ومن جديد ارحب بضيفنا في هذه الحلقه شارل جابور، رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانيه. اهلا وسهلا فيك مجيد استشار. ابدا مباشره بالجديد على يعني خط التاليف، بيان رئاسه الجمهوريه، وان كان الرد كما قلنا في المقدمه رد المرد لم يوحي بايجابيه على هذا الصعيد، وانما البيان بحد ذاته وبمضمونه وتسميه الدعوه الابويه يلي تضمنها اوحى وكان هناك مسعى على خط حلحله العقد التي ما زالت تمنع تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري. هل فعلا هناك مسعى بهذا الإطار والأمور متجهة نحو حلحلة، وبالتالي سنشهد ولادة الحكومة في وقت قريب؟ أنا أعتقد أنه وصلت الأمور للحظة الكل بدأ يعيد حساباته من أجل الدخول بمرحلة تأليف الحكومة. يعني لقد بدأ العد العكسي لتأليف الحكومة، قد تستغرق الأمور أسبوع أو 10 أيام بس، ولكن خلاص يعني مسألة التأليف أصبحت محسومة. ما الذي تغير حتى خصمت هذه المسألة؟ الذي تغير هو عامل أساسي، هو أنه الرسائل التي كان يفترض الرسائل السياسية التي كان يفترض إيصالها للعهد قبل انطلاقته وصلت بأنه في حدود لهذه اللعبة السياسية، وبالتالي من بعد إيصال هذه الرسائل والمعنيين تلقوا الأجوبة بأنه الرئيس عون ليس بوارد الانكسار أو الخضوع للرسائل اللي وجهت له، بدأوا إذا بدك يعيدوا حساباتهم من خلال توسيع كوعهم، وأيضا بدوره كمان الجنرال فرجع أنه يعني ما عنده أي نية من البداية، ما عنده أي نية إلغائية لأي طرف، بس أنه إذا في طرف عنده مشكل معه ما بده يوسط يعني ترامب حتى يجي يحكي هو، أنه أبواب خسر بعبدة مفتوحة، رئيس الجمهورية يزار ولا يزور، وبالتالي يتفضل اللي عنده مشكلة هو يحكي وياه. على كل حال يعني صحة الكلام اللي عم تحكيه متأكد منها إذا ما فعلا يعني طلب رئيس تيار المردة موعدا من رئاسة الجمهورية، أو أنه الرئيس وجه له دعوة مباشرة كما واضح أنه هذه الدعوة غير مباشرة، مصادر المردة عبر أكثر من صحيفة واضح أنه هذه الدعوة غير مباشرة. إيه بس هني عم بيطالبوا بدعوة مباشرة، عم بيقولوا هذه دعوة عامة مبادرة عامة. إيه أنه هلا لا شك، بس إذا بدي خلينا نبلش خطوة خطوة، البيان بحد ذاته خطوة إيجابية. يعني الخطه كنتوا بجو هذا البيان، انتوا كقوات يعني مع هذا الانفتاح وهذه مد اليد بهذا الموضوع؟ طبعا شو انه في حدا بده يسكر على حدا، نحن فايتين بمرحله انتوا متهمين بدكم تسكروا على المرده بشكل اساسي كقوات لبنانيه. اطلاقا هذا الكلام منه مزبوط اطلاقا، انه تقارب بنشعي بعبده، البعض بشوف انه القوات هنا من اكثر ربما غير المرحبين بهذا التقدم على خط القوات. ما عندها مشكل مع بنشعي، وفي قنوات بين الطرفين كانت وما زالت قائمة، وما في أي اشتباك مع ابن شعي أساسا، ما في اشتباك لا بين القوات والمردة ولا بين الدكتور سمير جعجع ولا بين نائب سليمان فرنجي أبدا، هذا الشيء منه قائم. هلا بنحكي بعد شوي بتفاصيل إذا في اشتباك، الاشتباك موجود مكان آخر. وثاني شيء القوات حريصة إنه طبعا كل واحد حسب حجمه، حسب وضعه، حسب الوضعية اللي هو فايت فيها، حسب الدور اللي هو لعبه بالمرحلة الأخيرة، إنه يقدر ياخذ الحجم اللي المفروض ياخذه. وتاني شيء أبواب قصر العودة مفتوحة للجميع، البيان اللي عمله رئيس عون هو أو المكتب الإعلامي تبعه واضح إنه هذه إشارة إيجابية، هذه إشارة انفتاح، ستستتبع بانفتاح أكبر أكيد من خلال دعوة مباشرة لنائب فرنجي. ما بعرف إذا بتوصل لهون أو لا، بس خلينا نخدها هي بحد ذاتها خطوة تندرج في سياق الانفتاح والحلحلة والقول بشكل واضح إنه ما في مشكل مع أي طرف
نحن مستعدين نناقش أي طرف إذا هو يعتبر أنه مستهدف من قبلنا. نحن منفتحين على أي حوار وعلى أي كلام. طيب رح نحكي بعد شوي بالتفاصيل، ولكن هون في نقطة أساسية تحدثت عنها حضرتك، وهي أنه يلي الأمر يلي جعل الأمور تتجه نحو الحسم اليوم، العامل الجديد يعني هو الرسائل يلي وصلت إلى رئيس الجمهورية، ويلي الجواب كمان وصل إلى المعنيين أنه رئيس الجمهورية لن ينكسر. ماذا تقصد بهذا الموضوع؟ يعني هون بنعرف انه حصل لقاء، في رسائل عبر الاعلام وعبر المصادر توجهت لرئيس الجمهوريه، كلنا اطلعنا عليها وقريناها وشفناها وفهمناها، ولكن الجواب يلي هون النقطه، يعني الجواب يلي تقدم به الرئيس عون، بنعرف انه في لقاء حصل بين الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل امس الاول، طبعا تناول يعني العلاقه بين التيار والحزب. هون معلوماتكم شو بتقول بهذا الموضوع؟ مش قصة بس معلومات، يعني معلومات على تحليل على كل هذا الواقع. الوقت عندما تحالفت أو عندما رشحت الرئيس عون، رشحته وعارفة أنه حزب الله مرشحه، حزب الله بتمسك فيه. نعم. المشكلة عند الطرف الآخر أنه بده يصادر الرئيس عون، يعني بده يعتبر أنه أنت رئيس جمهوري، أنت إلي وأنت عندي وأنت بمحوري. مش هيك القصص. يعني أول شيء بدهم يحترموا موقع رئاسة الجمهورية، وفي موقع بالرئاسي ما مسموح يكون على غرار ما كان عليه بين 98 و2007. خلص في شيء اختلف بالبلد، في توازنات خلصت. وتاني شيء موقع الرئاسي اذا بده يكون رأس حربي مع فريق معين، الموقع يتعطل والبلد والبلد بيفوت بتونيل ما بطل نخلص فيه. موقع الرئاسي يفترض ان يكون على مساحه واحده من اثنين. وخلينا نتذكر الكل حتى لانه ما بعتقد هون شافوا انه يمكن هون حسب يعني ما كنا عم نسمع والمصادر والتحليلات انه كان في شوي توجه اكثر للفريق المقابل. ما في هن عم بقول حضرتك لازم يكون بالوسط، يعني على مسافه واحده من الجميع. طبعاً يمكن هون صار في نوع من نأزة، من هذا التعبير يلي استخدم بالاعلام، نأزة انه قد يكون في بعض الاحيان اقترب اكثر من القوات اللبنانيه ومن تحالف اخر على حساب التفاهم مع الحزب ومع الناس. اذا بدك هن بدهم هن القاعده اللي بيشتغلوا عليها، قاعده يا معنا يا ضدنا. يعني ما في عندهم قاعده وسطيه، انت يا معنا يا ضدنا. وفي انعدام ثقه، يعني هذا المحور يعمل على قاعده انعدام الثقه بكل الناس. خلينا نتذكر، نرجع حتى ما نجي لهلا، نتذكر هيك عباره استخدمها رئيس عون لما كشف وقت اللقاء بينه وبين رئيس سعد الحريري بعد من سنتين. شو قال وقتها؟ وقال انه انا كل طموحي اقدر شكل جسر بين السنه وبين الشيعه. يعني في اليوم انت جايكي رئيس مسيحي تمثيلي، يعني اليوم انت اذا عملت اشتباك مع رئيس الجمهوريه ما عم تعمل اشتباك محدود بالاشتباك، ما انه اصرب عبده. يعني اذا حزب الله اشتبك مع ميشيل سليمان، اشتبك مع رئيس سليمان، ولا كنا عم نسمع له كلمته للرئيس، ما هيك؟ اشتبك مع رئيس سليمان. حدود اشتباك الحزب الله مع رئيس سليمان حدوده اصرب عبده. حدود اشتباك اي طرف سياسي مع الرئيس ميشيل عون حدود الشريعة المسيحي ما بتخلص، يعني ما بتخلص بال 10452. ما حدا عنده مصلحه. اليوم في عندك رئيس تمثيلي، اكثر من هيك رئيس تمثيلي مدعوم من اقوى قوه مسيحيه منظمه للقوات اللبنانيه. طب وبالتالي صفى في عندك هالحيثيه الكبيره الموجوده، هالحيثيه الكبيره اللي عم تقول الرئيس التمثيلي الوحيد اللي عنده كل هالشعبيه القويه هو الوحيد اللي قادر يعمل هذا الجسر بين السنه والشيعه ويلعب هذا الدور. فلذلك انا بدي يكون على مسافة واحدة من طهران ومن الرياض، بدي يكون على مسافة واحدة من حزب الله ومن القوات اللبنانية. هذا موقف القوات اللبنانية. هن شو عم يقولوا له؟ هذه رؤيتكم بطبيعة الحال. هن بس هون سألتك عن معلوماتك أو تحليلاتك عن الجواب يلي تقدم به التيار الوطني الحر والرئيس ميشيل عون لحزب الله بهذا الخصوص. زميلتي ما بتصير القصص، يعني هن ما بيبلعوا إياها بالملعقة للواحد، إنه أنت بدك تكون عندنا وقت تطلع تعمل، ما بتصير هيك. يعني مني مثل ما هلا عم بيعملوا هذا الترهيب يلي شفناه خلال شهر. والرسائل والطبل والزمر اللي عملوه حتى يخضعوا من التخضيع والترهيب بصير بشكل غير مباشر. ما عم نحكي عن ترهيب مباشر، ترهيب غير مباشر. جربوا من خلال هذه الرسائل يقولوا للرئيس عون انت بدك تكون بمحورنا، يقولوا يعني مثلا انعطى انه هذا الرئيس سعد الحريري رئيس حكومي وسيكون على مسافه واحده، بس هو علنا وضمنا هو بقلب المحور السعودي. انت اوكي بنفهم انه انت رئيس جمهورية وقت تاخذ توازنات، بس انت يجب ان تكون بقلب محور ممانعه. خي لا خلص ما بقى في شيء اسمه محور ممانعه، يحمل وينعه انتو. هو لا بده يكون محور ممانعه ولا بده يكون محور اعتدال. هذا رئيس جمهوريه البلد، وتعودوا على فكره انه رئيس الجمهوريه بالبلد هو ميزان البلد، هو اللي بده يحكم الدستور، هو اللي بده يكون المرجع، بده يكون على مسافه واحده من الكل. ما بيقدر يحكم. خلينا نكون اكيدين، اللحظه اللي بيكون فيها على مواجهه مع المحور الاخر، يعني مع محورنا، لن يستطيع ان يحكم. واذا بده يكون بمواجهه مع حزب الله لن يستطيع ان يحكم. هن بدهم ياخذوا بعين الاعتبار اولا
انه هيدي مساله انه رئيس ينقلب عليهم خي مش مزبوطه يعني مش مؤمنين يا بنخضعوا يا بنقلب علينا مش هيك الامور بس هون لو كانت الاجوبه حاسمه مثل ما عم تقول من قبل الرئيس عون باطار انه الرئيس لن ينكسر ولن يقبل اي يكون في محور الممانعه يعني مثل ما عم تقول حضرتك ما كانت الامور تتجه نحو الحسم كما تقول والا كنا شفنا انه في تعقيد اكثر ومزيد من التعطيل يعني اليوم واضح انه ايضا العماد عون حريص على العلاقه مع طبعا مين الغير حريص ايضا على يمكن الخيارات الاستراتيجيه التي التزم بها مش ما التزم فيها هي انعات وما التزم بخيارات تفاهم في انعات في انعات تفاهم مع حزب الله في يعني سابقا هو عنده انعات نحن اذا اختلفنا احنا وياه بفتره معينه هو عنده انعات بهذا الموضوع مش انه التزم انه خايف منه للحزب لا هي انعاته مع الحزب وهو لن ينقلب على الحزب وهو مقتنع بخيارات الحزب بس هو بنفس الوقت اليوم موجود محل الموجود فيه بده يكون على مسافه واحده من كل الاطراف وما حيروح باي اتجاه اخر مشكلتك انه الطرف الاخر يريد هو انه بده يتعاطى مع الرئيس عون وانت بدك تكون مثل ما انا بقول لك لا ما بتصير ما بت... اول شيء هيدي لا تصح مع الرئيس عون لا تصح مع موقع رئيسة الجمهورية يعني لما المطران بيصير بطرك خلص لما يصير بطرك صار بطرك يعني في عنده مسؤولية طبعا حزب الله يعي هذا الامر يعني ما بعرف اذا يعي حزب الله لم يعلن ولا مره انه يريد للرئيس ان يكون في محور الممانعة او انه فقد الثقة بهذا الرئيس صار من شهر لليوم جربوا اذا بدك يقولوا له تحالفك مع القوات غير مرغوب العلاقة المتمادية مع السعودية غير مرغوبة حرصك على تطبيق اتفاق طائف غير مرغوب انه قبل ما تبلش قبل من الاوف من اول نهار سلمت فيه حتى ما تيجي تخبرنا بكرة مشاكل عم نقول لك من هلا هودي ثلاث مسائل هو خط احمر انتبه ما تاخذنا كتير بعيد بدل المسائل ونحلم نحن وياك ونروح على مشاكل من هون بدنا نبلش نحن وياك هيك بلشوا معه مشان هيك التعقيد لن يذهب ابعد من ذلك ليش لن يذهب ابعد من ذلك الرسائل وصلت عند الرئيس عون الرئيس عون استوعبها بكل هدوء اعصابه بكل برود اعصابه ترجمه كيف هلا اعطاهم تقلك شو قال لك كيف ترجمه لا اعطاهم وعود ولا قال لهم مثل ما بدكم يا شباب بيصير ماشي وصلتوا لي رسائل عظيم انا مرتاح على وضعي وانا مكفى مثل ما انا لانه هني بيعرفوا كثير منيح اذا برايك هون الرئيس عون لم يطمئن ايضا لم يرسل برسائل اطمئنان لا حزب الله ما انا عم طول حضرتك انه هو ايضا حريص على العلاقه مع حزب الله الرسائل اللي وصلت هي كيف بتصير ما هي الرسائل اللي وصلت يا البعض بيتنصل منها يا بيحط على الرئيس بري انه خلينا احنا ما لنا دخل فيه هذا الرئيس بري صراعك التوية يعني الحزب ما عمره تبنى هذا الموضوع يعني الحزب يعتبر انه هو على علاقه ممتازه مع الرئيس عون واذا مش الرئيس بري خصه ما حدا خصه من الاثنين وصفه بالجبل يعني او او ايه او بيكون رئيس بري هذا المعني بس انا نحن بالتقدير السياسي هذه الرسائل لا يمكن انه تكون فقط معني فيها الرئيس بري واذا معني فيها فقط الرئيس بري عم بفترض اذا معني فيها فقط الرئيس بري على حزب الله ان يحسم هذا الموقف يحسم هذا الموقف باي معنى انه انت شايف مضى ضعضع داخل 8 اذار عم فهم لي انه خلاف ميشيل عون مع سلمان فرنجي وخلاف ميشيل عون مع نبيه بري والحال المنتقل البلد من صراع سني شيعي من ميشيل عون مع السنه الى ميشيل عون مع شيعة وين مصلحه حزب الله بكل هالكركبه يضبط بالبيت هونيك احنا ما حدا احنا بنزعل اذا ضبط بيت من اذار ابدا لك بيان رئيس الجمهوريه هون هل يمكن ان يكون حزب الله قد دخل على خط لا 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 التوفيق لا لا والوفاق وصلت بين نائب فرنجي والرئيس وصلت الامور وصلت الامور لحد الاقصى اوكي لما وصلت امور لحد الاقصى خلص شو بنعمل بنفك العلاقه مع الرئيس عون بنحطه عند الاخرين وبنعمل عزل على عبده شو بنعمله وبنحط المسيحيين بوجه الشيعة وبنرجع بنحط كل البلد سنه ومسيحيين ودروز بوجه الشيعة لا ما خلص وصلت الرسائل وصلوا اللي بدهم يوصلوا بلشوا يطروا اللهجه هو بدوره كمان انه خي ما احنا ما عندنا مشكل مع النائب السلمي الفرنجي بس احنا عندنا بس كمان النائب السلمي الفرنجي بده يحكي معنا يعني انه ليش بده يجي يحكي مع الرئيس بري وبده يحكي مع عائلتين ليه بيتفضل قصر عبده مفتوح له هو كان رايح معركة كسر عظم ضدنا كنا على أساس متحالفين وترك لي الأولوية لإلي راح للآخر وبعده مكفى بالمواقف وبالممارسة خي أنا ما عندي مشكل يتفضل لعندي أنا بدي روح لعنده يتفضل عندي ونحكي أنا وياه والكل حريص على كل موقع نحن إذا عم نحكي بتقوية موقع الرئاسي ما نجي نستهدف موقع مسيحي ببنشعلي اهلا وسهلا ببنشعلي بالساعات اللي بتكون موجوده بعبده وهذا اوعى تفتكري هذا هيدا بس لانه هون كمان بنشعي عم تتلقى رسائل انه هناك من يريد تحجيمها لا مش تحجيمها مش تحجيمها من خلال المشاركه بالحكومه يلي البعض بيشوفها تكريس اوزان واحجام تؤسس للمرحله المقبله ليه عم نفترضها هيك اولا هو بوقت انه هي بتشوف حالها طبعا صار موقفها معروف انه مسلف الرئيس مسبقا حتى ولو كان مسلفته شو انه مجرد عدم نزول شو بدي عدم ليش ما ينزل مين جبره ما ينزل اللي كان محسوم فيها فوزه بالانتخابات الرئاسيه ما حدا يخبرنا اخبار انه انت ما نزلت مش لانه انت يعني انه هيدي لانه انت عم تعمل موقف جاست حلو
انت ما نزلت لانه بدك تنزل مش حزب الله مش كرمال مش العون. يعني انت عم تراعي حزب الله مش عون. يعني اسلاميه فرنجيه اولويته الحزب، ما هو سيد الكل، ما هيك؟ يعني السيد عنده هو سيد نصر الله مش العون. يعني ما حدا يسلي في مواقف بهذا السياق وحدا يخبر الناس اخبار مش مزبوطه. اي بس الواقع الواقع انه هذا هو الوضع، يتم الانتقام من الفرنجيه اليوم بالسياسه. زميلتي العزيزه انت خطي معركه، واحد كمان بده يعترف الامور متمية. عم اقول لك مع كل محبه للنائب اسلاميه فرنجيه على الاخر، ومع كل حرص على موقعه وعلى دوره الوطني، بس بالاخر كمان واحد بده يكون موضوعي بينه وبين حاله. انت اليوم معك وزاره ثقافه، ما هيك؟ انت خط معركه، معركه خاسره. يعني انت شفتي لو انسحب وطلع قال من بعد ما رشح الرئيس الحريري لعماد عون طلع سيد نصر الله عمل خطاب قال من بعد ما رشح الرئيس سعد الحريري خلص اكتمل النشاط الوطني فلنذهب الى انتخاب الرئيس عون. لو طلع النائب فرنجيه قال انا التزم وسنذهب على الراس والعين. بس انت خطي معركه ضليتك للاخر وبالورقه البيضاء وعم تراهني انه اذا بتفرط الجلسه يا وعملتي 100 قصه وبدك ترجع تقولي بدي تعويض، تعويض على شو؟ بس هو طلع من الجلسه قال انتصر خطنا السياسي. ما انت انتصر خطه السياسي بوصول رئيس عون، ممتاز. بما انه انتصر خطه السياسي من رئيس عون خليه يكون موجود بقلب هذا الخط ويكون داخله ويكون قلب مجلس وزراء ويكون حريص، ما حدا انا بده غير هيك. وقعد تفتكري يعني هيدي المنطقه. طيب ما هو قبل يعني الاول بتسمحيلي لقيتي بالاول انه معراب ما بدها، بالعكس معراب بتحب انه تكون بنشعب بعبده وبكفيه بعبده وكل الناس بعبده. شو معراب حريص على شو؟ بس بالاخر تقول لك شو ما بدنا هون نرجع ندخل بنقاشات الواحد يقول انه انتم اصلا رحتوا عند العماد عون لقطع الطريق على حكى كثير بهذا الموضوع، ولكن من وقتها يعني الاستهداف ما في استهداف. عم نسمع انه قائم لا بنشعب، وانه حتى اليوم هذه المعركه تخفي بخبيها معركه رئيس الجمهوريه المقبله من خلال تحجيم فرنجيه اليوم تطويقه بالانتخابات النيابيه المقبله بقانون يحدد حجمه، وبالتالي قطع الطريق عليه حتى بالمرحله المقبله الرئاسيه. يعني هذا السيناريو اللي عم نقراه. معقول نحكي بمعركه رئاسه جمهوريه مقبله على مسافه ايام انتخاب رئيس جمهوريه؟ عيب والله عيب. يعني فتح النقاش بالبلد على مين بده يخلف ميشيل عون. خي بعده واصل الزلمه على الرئاسه، شو عم نقول؟ لازم يموت بعد سنتين او ما نغتله؟ شو ما نعمل فيه؟ والله عيب. يعني معركه الرئاسه تفتح بعد 3 سنوات، اوكي انا بفهم عليكي، بس انه بعده واصل بعد ما تشكلت اول حكومه بالعهد وفتحنا معركة الرئاسي. ليش بدي أسألك سؤال؟ معنى كلام من هالنوع حتى قبل الانتخابات. ليش بدي أسألك سؤال؟ ليش معركة الرئاسي هي بس إنه ميزان قوة له عليه أو لحظته؟ ما هي اللحظة الحالية اللي صنعت ميزان القوة الحالي إنه العالم الخارجي محيد البلد لأنه اهتماماته مطرح تاني، الدينامية الداخلية أوصلت ميشيل عون إلى الرئاسي. مين قال لك هلأ بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة كيف بيكون مشهد بالمنطقة؟ عندك رئيس أمريكاني جديد، عندك وضع فرنسي قابل كمان راي على مرحله تكريس انه وصول المسيح القوي على مرحله جديده. لا يعني مسيح هذا الشيء كنا عم نسمع قراءات سياسيه بالاطار حتى قبل انتخاب العماد عون، انه حتى يقال انه لما صار في تقارب بين القوات والدكتور جعجع وصولا الى اعلان النيات وما الى ذلك من تفاهم ويعني وصولا الى تبني القوات لترشيح العماد عون، كان بالخلفيه الذهنيه انه اليوم العماد عون لاحقا انا بالنسبه للدكتور جعجع، انطلاقا من فكره انه تكريس هذه القاعده انه المسيح القوي. دكتور جعجع اولويته، وقد يكون هذا الامر يعني طبعا هو مشروع بالسياسه يعني مش طبعاً، ولكن هل هذا هو الواقع؟ يعني هذه خبايا المعركه بشكل او باخر. لا نحن عم نفرق بين شغلتين، عم نفرق انه من غير الصحيح ومن المعيب نفتح معركة رئاسية بعد 6 سنوات من هلا بكير، هلا خل معنا استحالات أخرى نهتم بالحكومة بدون انتخابات وكيف بدون طريق العهد وشو بدون نفذ. صحيح هذا من حيث المبدأ، لكن بالشأن الرئاسي ما كان في بذهن حدا إنه يعني اليوم تكريس المسيح القوي بالرئاسة الجمهورية يعني لأول مرة بعد الطائفة تفتح الطريق طبعا بتفتح الطريق حكما. أولا دكتور جعجع من حق ومن الطبيعي أن يكون في موقع رئاسة الجمهورية، ودكتور جعجع منه صاحب مشروع شخصي، عنده مشروع سياسي طويل عريض، وهذا المشروع السياسي من اول استلامه لرئيس القوات ب 86 ودخوله بالمعتقل وخروجه بال 2005 طيب، وبعد وزيته ترشح مؤخرا لم يقدم مشروع سياسي بعده مشروع زيته، ما هيك؟ طيب تربيا، ومن حقه الطبيعي والبديهي ان يكون في هذا الموقع، ولكن شو برهنت انتخاب رئيس عون؟ برهنت انه الدكتور جعجع لم ولا لحظه طلع بحياته انه انا بدي يكون انا وبضل اخر لحظه ويا انا، لا انه لما شاف انه في ظروف موضوعي يقدر يوصل الرئيس عون بعناوين سياسية غير فئوية ووطنية تفيد موقع الرئاسي وتعزز الشراكة المسيحية الإسلامية وبتوقف إذا بدك التقابل المسيحي السني ومنفوت على اتفاق الطائف، راح فيها دكتور جعجع على الآخر. وبالتالي دكتور جعجع الأولوية عنده هي شو؟ هي أولا ترسيخ الاستقرار، تقوية موقع الرئاسي اللي هو يشكل المدخل الأساس لإعادة الاعتبار للدور المسيحي،
تحقيق الشراكة المسيحية الإسلامية، حياك المساق الوطني، منع أي طرف داخلي أم خارجي من استهداف المسيحيين، من استهداف المسيحيين لضرب اتفاق الطائف. ولكن كل هذا الكلام لا يمنع أن يكون يطمح لاحقاً إلى. بلا لا شك. سيدي بس لا أكيد يطمح. وحقه الطبيعي، وهو إذا بدك لا يطمح انطلاقا من وصول سمير جعجع إلى الرئاسة، انطلاقا من وصول مشروع سياسي إلى الرئاسة. بس ولكن بدي أوصل لك إنه هذا شيء له علاقة بميزان قوة، ميزان قوة داخلي وميزان قوة خارجي. بالتالي لا يمكن الجدل فيه من اليوم. بعدك نشوف كيف بدها تكون موازين القوة بالخارجية والداخلية بعد 6 سنين، بعد 6 سنين نحكي. بس عم نحكي بهالموضوع لأنه كانت القوات أول من بادر إلى يعني معارضة فكرة حكومة وفاق وطني، والطلب إنه من عارض فليكن في الخارج ويتحول إلى معارضة، وهذا المسار الديمقراطي، وهذا الأمر منذ البداية شكل هذه النأزة عند الفريق الآخر. تقليك لي مشكل نأزة لي ما كمان إذا بدك نحن وصلنا بالبلد إنه أي واحد بيطرح فكرة خارج الصحن المعمول قدامه انه يعتبر انه هذه فكره من اللي عم تستهدف مين. بس هي خارج الواقع اللبناني. لا مش خارج الواقع اللبناني، مش مظبوط. اول شيء اتفاق الطائف مش مظبوط انه نص على تشكيل حكومات وفاق وطني الى ابد الابدين امين، مش مظبوطه. اتفاق الطائف قال حكومه وفاق وطني، اول حكومه تشكل حكومه وفاق وطني. هي اولا دكتور جعجع عم يدعي بشكل واضح انه نحن امام حكومه 6 شهور، مش هيك؟ 6 شهور من هلا الانتخابات النيابيه مبدئيا بايار حزيران، ولذلك خلينا نعمل تجربه. عم يقول تجربه ما انه 6 شهور ومش حرزاني، خلينا نفوت بشيء جديد. نرجع نذكر حكومه قانون انتخابات، ما فينا نقول مش قانون انتخابات. هذه الحكومه ستؤسس للمرحله المقبله، مش هيك اليوم ربما في هذا الاستشراس بالمشاركه وبحصص معينه. في قوه اساسيه موجوده، بس لك شو الفكره؟ الفكره الاساسيه اللي عم تنطرح بما انه مرحله 6 شهور ما عم نحكي عن حكومه 3 سنوات، خلينا نجرب تجربه يلي هي شيء اسمه معارضه وموالاه. ما هيك؟ شوفي دكتور جعجع قاعد برات الحكومه لما اجى الرئيس الحريري قال له بدك تفوت بحكومه الرئيس سلام، قال له الله معك ما بدي فوت برئيس حكومه سلام. شو انه شو هالكارثه؟ وبقي 2 سنين برات الحكومه والبعض يقول له اخطات، يقول لهم الله معكم، لا اخطات ولا من يحزنون. شو هالكارثه اذا واحد بقي برات الحكومه؟ شو هالمشكله؟ 1-2 انه في شيء اسمه نرجع على 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 مفهوم من مع العهد ومن ضد العهد. انت بترجع بتكرسي منطلق جديد للمعارضه والموالات في لبنان. يا اخي انا استشرست ضد العهد، كانت ضد وصول ميشيل عون، وعملت كل ما أوتيت من قوة كرمال ما يوصل. بالآخر بيجي بشوف كيف بدي أفوت على الحكومة، مش شو خي حول مقارك، حول حيثيتك السياسية إلى منصة لمواجهة هذا العهد من لحظته. يعني هيك أنت تكون أول شيء مسجل محالك. وثلاثة وأهم شيء، ما أنت هيدا يلي لأول مرة عم بتصير من 2005 إلى اليوم. يعني أنت إذا بتشكلي حكومة، اسمحي لي بس هالفكرة، إذا أنت بتشكلي حكومة من 14 أدار بدي أفترض 14 أدار ربحت الانتخابات النيابية، وبدها تشكل حكومة 14 أدار وحقها. وسيد نصر الله قال بال 2008 تذكيرا إذا ربحت 14 أدار بال 2009 هي تشكل حكومة، ما خليهم بطبيعة الحال. ما هيك؟ شو المشكل إذا هي بدها تشكل حكومة 2009 كان شو المشكل؟ المشكل إنه التمثيل الشيعي ما بيكون متكامل، وإذا 8 أدار بدها تشكل كمان حكومة وشكلت مع رئيس نجيب مئاتي التمثيل السني ما بيكون محترم. أنت لأول مرة مع العهد في عندك حزب الله، يعني في تمثيل شيعي داعم للعهد، في عندك القوات وعون، يعني في تمثيل مسيحي، في عندك تيار المستقبل اللي هو رئيس حكومي رئيس سعد الحريري، في عندك نائب ولي جبلاط، عندك تمثيل مكتمل. وبالتالي كنت رحتي على هذا التمثيل الوطني الواسع يلي يشكل قاعدة للعهد، ويلي بده يعمل معارضة يعمل معارضة. ليش ما نرجع نفوت بهذه الخلطة؟ يعني هون تقصد كان يفترض كمان الرئيس بري يكون خارج اللعبة؟ لا تقبل، إذا هو حب، وإذا حب يكون إيه، أما لا. بس ليش ما نرجع نروح هو رئيس بري؟ إذا من منطلق إنه من عارض العهد وعارض انتخاب الرئيس، طيب تنطبق كمان على الرئيس بري، كان بيمشي الحال مع الرئيس بري خارج الحكومة. هاي بقرروا ثنائية شيعية، لأنه بالآخر حزب الله هو رئيس حربي. لا بس هذه نقطة أساسية، مش عم بحكي فقط بس في تمثيل شيعي. يعني إذا في اليوم قاعدة يا بتنطبق على الكل، يعني كل يلي عارض العماد عون يفترض يكون خارج الحكومة. عم نحكي شغلة بالعنوان، بالآخر في تمثيل شيعي، يعني حزب الله يجسد فعلا التمثيل الشيعي على أرض الواقع. لذلك شو المشكلة؟ يعني عم تطرح فكرة، شو المشكلة إذا كان في معارضة ومولات؟ والرئيس بري قال أنا إذا اضطرت الأمور سأكون معارض للعهد، وأنا أول مرة بكون عارض. بس طبعا هون حزب الله ربط مشاركته به. بس خليني أقول إنه الرئيس بري مش إنه استحى بالمسألة، قال أنا سأعارض. يعني مش لازم نوصل على محل، إذا مش هلا بعد 6 سنوات معارضة ومولات ما بتمشي البلد إلا هيك. حكومة في عهد وفي حكومة في ناس معارضة وناس مولات. نعم. ما نضل نفوت كل الناس هيك، شو هالحكي؟ والله في فلان بدنا نفوته وفلان بدنا نفوته، ما بيمشي البلد بهالطريقة. طيب بدي اربط بين موضوعين اساسيين حكينا فيهم بهالمحور قبل ما ادخل بالمحور الثاني بالحقائب. يعني وهيك حكينا انه في رسائل وصلت للعماد عون، العماد عون رد عنا وبلا مفعول عم بتقول، وحكينا هلا عن موقف القوات من فكرة انه معارضة
الموالاه والمشاركه. سقطت الوقائع. طيب طيب، ولكن اذا بدنا نرجع نعمل استعراض ونربط بين الاثنين، يعني ما مبين انه اجوبه، شو استخدمت التعبير هلا، اجوبه الرئيس، اجوبه الرئيس على الرسائل اللي توجهت له، سقطت يعني، انه سقطت اسقطها. طيب لو كان، لو كان فعلا اسقطها، يعني اذا ما نعمل استعراض، يعني فكره القوات هيدي البدايه ما مشيت، حكومه وحده وطنيه، هي فكره اول شيء، حكومه موالاه ومعارضه، خلينا نركز، خلينا نقول لك بس هي العلم، معارضه خارج الحكومه ما مشيت، هي يعني فكره بعدين بس خليني اقول لك، اسمحي لي بهي، ما انا جديده. دكتور جعجع طرح عليهم فكرة حكومة تكنوقراط وقت حكومة بدل حكومة الإسلام. لا، أنا بدي أوصل لفكرة أنه آخر شيء مشيت الأمور مثل ما بده حزب الله، مش مثل ما بده كمان، هذا الواقع. طلبته بسياديه ما عاد شو كون إياها، تراجعته عنا، اعتبرته تنازل، ولكن هو تراجع بالمالية، هو طلبته بالمالية حزب الله له حق، يعني عم تمشي الأمور مثل ما بده حزب الله، مش ما حدا بيمشي مثل ما بده حزب الله، مش مزبوط. بينت الأمور أنه ما رشح الرئيس عون، ما وصل الرئيس عون إلا من بعد ما رشحوا الدكتور جعجع ورشحوا رئيسات حريري. ما نطلع من فكرة انه مثل ما بده حزب الله، مش مزبوط. لا مش، انا عم بستعرض هودي الاحداث، لا مش مزبوط، مش مزبوط. هيدي الحكومه، هيدي الفكره، ليش دخلك سؤال، ليش انه الرئيس الحريري او لا الرئيس عون مش بفكره معارضه مع العهد، معارضه ومريض، ما بشوف فيها. لذلك فكره عند القوه، فكره تنطلق من الممارسه الديمقراطيه، فكره طرح الدكتور جعجع لاحقا، يعني السياديه، شو بده السياديه الى سياده، وهلا الاشغال على الطريق كمان، نحكي بكل شغله لحالها، نحكي بكل شغله لحالها. اول شغله هيدي فكره معارضه بقولك، باخذ هو حق بيصطفله، يمكن ان شاء الله بنقدر نوصل بلبنان، طموحنا نوصل في لبنان بعد 30 او 40 سنه او 50 سنه الا في 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 معارضه وفي مولات مثل كل دول العالم، الانظمه الديمقراطيه بالعالم، مش نحشي كل الناس يصفي مجلس نواب هو حكومه مصغره، هي منا ممارسه سياسيه سليمه ومنا ديمقراطيه. طيب بس هو العماد عون ما بيضطرهم لمراعاه حزب الله وفيتواته المتعلقه بالقوات تحديدا، مش بدي انا مطلوب انه عدم فتح المجال على الاخر للقوات اللبنانيه، وعم بيتم المراعاه بهالموضوع كما يريد الحزب. اول ما ناخذ بعين الاعتبار زميلتي العزيزه انه في موازين قوى قائم وفي تحالفات موجوده، وكل القوى السياسيه بدها تراعي بعض البعض لتقدر تمشي مرحله موجوده. ما حدا بيقدر، يعني اليوم في دور لعبته القوات اللبنانيه، وهذا الدور اللي لعبته وانتج وكان شريك بالوصول الى هذه المرحله، هذا الدور عم يترجم داخل الحكومه. واذا القوات حريصه على ترجمه الدوله داخل الحكومه باربع او خمس حقائب، حريصه عليه على شو؟ حريصه عليه لانه بينت التجربه من 31 تشرين لا هل احنا اليوم بثلاث شهر، ما هيك بينت التجربه بهالفتره القصيره انه لا، اذا انت انكفأتي وما كنت شريكي قويه داخل الحكومه، في استهداف متعمد للعهد لا يجوز. بدي ارجع للتنازلات يلي عملتوها، ما تنازلات، ما في تنازلات بناء على فيتوات من الحزب، يعني اصبح الامر معروف، قال حزب الله بشكل غير مباشر، يعني ومصادره والمعلومات انه ممنوع ان تتسلم القوات اللبنانيه اي حقيبه امنيه، هيدي بلشت هيك ممنوع. بعدين صار انه في فيتو على الحقيبه السياديه حتى، مش بس على الامنيه، يعني لا خارجيه ولا داخليه ولا دفاع ولا ممنوع ولا بطلع بقول لك انا هلا ولا ماليه. انا بطلع رجعنا سمعنا الدكتور جعجع شخصيا عم بقول بدي الماليه. طب وين صارت الماليه هلا؟ وين صاروا؟ بدك تعطيني شويه وقت، انا هلا بطلع بقول لك ممنوع ان يتسلم حزب الله اي حقيبه سيدي، ممنوع. وبتحدى خليه ياخذ حقيبه سيدي، منو حزب الله؟ حزب الله عم ياخذ وزاره دوله، ممنوع، ممنوع حزب الله. شو حزب الله زاهد بالحقائب، ما عم يطالب القوات زاهده بالحقائب، والقوات كل عمر القوات. تعال لك شغله، من خدي استعرض الحكومات من 2005 لامبارح بحكومه رئيس سلام تنازلت وتراجعت ودكتور جعجع عم بيضحك، يعني حزب الله ممنوع يخطو حكومه سياديه وحبي وتحبت مسك وخير. شو القصه؟ ما لنا القصه هون، القصه بالحكومات وبالوزارات لا تقاس بالحقائب، تقاس بالدور داخل الحكومه، يعني وزير دوله. هذا لانه انتم طلبتوا. لا لا خليني اقول لك، حوصل لك على المطالبات اللي انتم طلبتوا فيها، حوصل لك عليها. بس اول شيء خلينا نبلش من مبدا، الوزير وزير، يعني الوزير دوره على طاوله مجلس الوزراء من صوته ومن حضوره داخل الحكومه ومن تصويته هو وزير، ان كان وزير خارجيه او ان كان وزير دولي هو وزير. ومن ثم القوات ايضا بالموضوع الحقائب السياديه، القوات عم تقول انا حريصه انه اخذ هذا الحجم لحمايه هذا العهد، يعني هي لا تبحث عن 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 حصص وزاريه، هي الاتفاق بينه وبين عون هو اتفاق من طابع وطني لا حصصي. انا رح اترك الموضوع لان كثير في عندي اسئله وتفاصيل بدي فوت فيها بعد الهيدا، بس لانه كان بس فكرتي انه رجع صار مثل ما بده حزب الله، ما في شيء صار بهيدا الموضوع، بغض النظر عن شو الاسباب يلي خلتكم تروحوا. كمان كان عندنا شرط حزب الله ما ياخذ حقيبه سيدي وما اخذ،
بدها شرط كان عندنا ضمن يلعب عن ايه بس هذا مش منطق. ما هو اصلا ما طالب ما فينا هون عم نحسبكم لانه انتم طلبتوا يعني انتم قلتوا بدنا سياديه وطلع النائب عدوين قال يا سياديه يا ما منشارك. طب وين صار عم نقلك لين اذا فاتت فيه القوات تتفرجي بمكان ما انه في طرف بحط فيتوات انه هي قوه طبيعي بالبلد طبيعي انه في طرف تلاقون انا بحط فيتو لانه انا معي سلاح انه هذا ما هذا منطق ديمقراطي بالبلد. القوات اللبنانيه اجت قالت اذا انا مع حزب الله اذا هو مرشحه ونحن مرشحه سوا مش بقول انا بدي احط فيتو خير. على كل حال هذا الفيتو شرف للقوات لانه اذا حزب الله عم بحط فيتو عليا هذا شرف لها معناته انه ما بحط الا عليها فيتو لانه هي تمارس صح هي تطبق الدستور هي طرف مبدئي هي طرف لا يساوم هي وهي طرف وهي كله. فاذا فلذلك اذا هو عم بحط هذا الفيتو هذا شرف للقوات. اسمح لي انت الا شادي جولي على الصحف ومن بعدها منتابع بتفاصيل اكثر شوف شو رح يصير بالاشغال كيف بده تتم المبادله بين يعني هون القوات والمستقبل والرئيس بري وكل هالاشكاليات والتفاصيل. اليك شادي مع الصحف. شكرا كاترين. أهم ما تناولته اليوم الصحف هو ما يتعلق بالبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لقصر بعبدة واعتبار تيار المرد هو المعني بهذا البيان وبالتالي تجاوب أو ردة فعل التيار مع هذا البيان. والبداية ستكون من صحيفة النهار التي كتبت عون ينفتح وصيغة لتدوير الحقائب. كشفت مصادر معنية بتأليف الحكومة للنهار أن البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية متضمنا دعوة الجميع إلى الاجتماع به في القصر الجمهوري جرى التمهيد له في الأروقة السياسية بين المعنيين وأن مناخ عملية التأليف شهد في الساعات الأخيرة نشوء أجواء أكثر من إيجابية. وقالت المصادر إن الصيغة المطروحة حديثا تلحظ ما وصفته بتدوير التنازلات التي تعني تدوير بعض الحقائب مشيرة إلى أن القوات اللبنانية أبدت انفتاحا على هذا الطرح الذي في حال اعتماده سيتنازل أكثر من طرف للآخر بموجبه. وأكدت المصادر أن الرئيس عون حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى الحكومة الجديدة أن تضع مشروع قانون الانتخاب وعندما يتم الاتفاق عليه تقرر الحكومة الخطوات اللوجستية الكفيلة بتطبيقه مع إضافة مادة إلى القانون تؤكد التزام موعد للانتخابات على أساسه. وفي غضون ذلك قالت مصادر مطلعة على موقف تيار المردة للنهار إن ما صدر عن الرئيس عون هو كلام عام موجه إلى كل اللبنانيين كما أنه موجه إلى كل من لديه هواجس فيما ليس لدى تيار المردة أي هواجس. وأضافت فيما يعني التيار وإذا ما وجه الرئيس عون دعوة مباشرة إلى النائب سليمان فرنجي إلى لقاء في قصر بعبدة لمناقشة كل الأمور فهو سيلبيها انطلاقا من احترامه لموقع رئاسة الجمهورية. ومن صحيفة النهار أنتقل إلى صحيفة اللواء. تبريد بين بعبدة وعين التيني والحكومة خلال أسبوع. توقعت مصادر قيادية حزبية في اتصال مع اللواء أن تتحرك جبهة الاتصالات من جديد مشيرة إلى أن حدوث خرق مسألة ممكنة بقدر ما تصفو النيات ويخرج اللاعبون من سياسة النكايات أو التمريك السياسي. وعلى هذا الأساس يمكن توقع ولادة الحكومة الأسبوع المقبل. وفيما قالت أوساط عين التيني أن لا جديد لديها بالنسبة لتأليف الحكومة وأنها لم تتلقى حتى الآن أي عرض بخصوص ما يقال استبدال حقائب بأخرى. جرى اتصال بين جبران باسيل ونادر الحريري وقالت مصادر مطلعة على أجواء التأليف أن موعد إعلان الحكومة ليس بعيدا وأنه في حال قبل تيار المردة بحقيبة التربية أو بحقيبة الصحة التي عرضت عليه إنه بالإمكان أن يتوجه الرئيس الحريري إلى قصر بعبدة ومعه التشكيلة النهائية بالحقائب والأسماء ويرتقب أن يزور بعبدة قبل ذلك سمير جعجع في رسالة دعم للرئيس عون وتأييد خطه السياسي تأكيدا على التمسك بالتحالف بين القوتين المسيحيتين. وإلى صحيفة الأخبار أصل وما كتبته اليوم عقدة التشكيل الحكومي أبعد من حقيبة المردة. في الظاهر يبدو حل العقدة المعلنة التي تؤخر تشكيل حكومة العهد الأول بسيطا جدا. زيارة للوزير سليمان فرنجي إلى بعبدة لتهنئة الرئيس ميشيل عون بانتخابه ولو متأخرا. يعطي تيار المردة حقيبة الزراعة مثلا وقد يستبدلها بحقيبة الأشغال من ضمن حصة الرئيس نبيه بري بعد إقناع القوات اللبنانية كما سبق إقناعها بالتخلي عن طلب الحصول على حقيبة سيادية.
أما في الواقع فأن سيناريو كهذا يبدو في ظل الأجواء الحالية مستحيلا، ما يجعل إبصار الحكومة النور قريبا أمرا صعبا، وعليه تبدو العقد كبيرة جدا. ليس خفيا أن تفاهم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أثار نقزة لدى حلفاء كل منهما في 8 و14 من آذار. على ضفة 14 من آذار النقزة جلية، هم أمام رئيس يطمح إلى أن يطبع الرئاسة بطابعه الشخصي وإلى خوض معركة أكبر من كل ما خاضه حتى الآن، اسمها استعادة الصلاحيات. معركة كهذه قد تعني في رأي هؤلاء الاصطدام عاجلا أم آجلا باتفاق الطائف. في المقابل على ضفة 8 من آذار النقزة في هذا الفريق واضحة أيضا، القوات اللبنانية ومحور المقاومة نقيضان لا يجتمعان، فكيف يمكن هذا المحور أن يقبل في عز انتصاره بنفخ حجم القوات وإحياء خيارها السياسي المعادي على حسابه، وفي الوقت نفسه تقديم رأس سليمان فرنجي الركن الأساسي فيه وأحد خياراته الاستراتيجية المستقبلية والصديق الشخصي للرئيس بشار الأسد، ناهيك عن رؤوس بقية الحلفاء كالوزيرين السابقين عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي والحزب السوري القومي الاجتماعي وغيرهم. بالنتيجة القرار لدى هذا الفريق واضح أيضا، حتى ولو اقتضت ظروف انتخابات رئاسة الجمهورية أن يكون سمير جعجع معنا في الخندق نفسه، إلا أنه لا يمكن أن يكون رقما كبيرا في اللعبة على حساب أركان هذا الفريق مهما حاول الظهور بمظهر عراب العهد وملاكه الحارس. وأتابع هذه الجولة على الصحف وأصل إلى صحيفة السفير فرنجي لا يدخل القصر ببيان الحكومة معلقة. بيان رئاسة الجمهورية أمس لم يكن كافيا لفتح أبواب القصر الجمهوري أمام زعيم تيار المرد سليمان فرنجي، خصوصا أنه من بنات أفكار بعض من اعتقدوا أنه بالتذاكي وبالتحايلات اللفظية يمكن حل أزمة تأليف حكومة وانطلاقة عهد جديد. كان بمقدور ضابط المراسم في القصر أن يرفع السماعة ويطلب بنشعي ويوجه الدعوة إلى فرنجي لشرب فنجان قهوة، خصوصا أن الأخير كان قد أعلن في آخر مقابلة تلفزيونية أنه مستعد لتلبية دعوة رئيس الجمهورية إذا استدعاني. ولو حصل ذلك كان ليشكل عنصر إحراج لفرنجي نفسه الذي كان ملزما بتلبية الدعوة وبأسرع وقت ممكن. ولو حصل ذلك أيضا فليس مستبعدا على شخص مثل فرنجي أن يحرج أمام مضيفه بأن يتجاوب معه حتى لو تمنى عليه أن يتمثل في الحكومة بوزير دولة من دون حقيبة. مصادر متابعة لمجريات التأليف الحكومي أبدت خشيتها من وجود قطبة مخفية أبعد من حقيبة تيار المردة، وسألت عما إذا كان هناك من يريد تضييع الوقت من أجل حشر المهل وجعل قانون 60 الانتخابي أمرا واقعا. وفي هذا السياق أجرت الدولية للمعلومات دراسة مقارنة قاربت فيها النتائج المحتملة للانتخابات النيابية في ربيع العام 2017 وفق قانون 60، واستنادا إلى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في العام 2009، واستنادا إلى النتائج المتوقعة، يتبين أن التحالف بين كل من تيار المستقبل والتيار الحر والقوات والتشناق قد يفوز ب 74 مقعدا، وإذا انضم إليه الاشتراكي ترتفع الحصيلة إلى 89 مقعدا، أي أكثر من ثلثي مجلس النواب 86 نائبا. وإذا تحالف حزب الله وأمل والتيار الحر تكون الحصيلة النهائية لهذا التحالف 48 نائبا في أحسن الأحوال. ووفق فريق المحللين في الدولية للمعلومات لا يستطيع أحد وفق 60 أن يفوز بقوته وحده، وبالتالي الكل بحاجة إلى الكل أو إلى جزء من الكل، وهذا يعني أن الكل ضعيف والكل بحاجة للآخر، ولن يكون بمقدور فريق أو ثنائي أن يربح بمفرده. وأصل في ختام هذه الجولة على الصحف على ما أيضا كتب حول الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع 2017. أوضحت مصادر محايدة في زحلة أن العمل المشترك بين التيار الوطني الحر وحزب القوات للانتخابات النيابية في زحلة بدأ على قاعدة أن رئيسة الكتلة الشعبية مريم سكاف لن تكون متحالفة معهما. هناك قلق قوتي من سكاف التي لن يتركها تيار المستقبل لأنه يريد الحفاظ على التنوع في
في القضاء. من جهتها شددت مصادر قوتية في زحل على أنه فعلا لا نريد إلغاء أحد، لافتة إلى أنه يوم كنا من كل قلبنا نريد أن تكون أسكاف معنا قبل أن نكتشف أنها تفتقر إلى الخبرة والتعامل معها صعب. واستبعدت أن يتخلى المستقبل عن تحالف وطني مع القوات من أجل تحالف على نطاق ضيق في زحل مع سكاف، وأضافت: الشغل ماشي، نحن ننظم ورش عمل تحضيرا للانتخابات، لكن بحث التحالفات مؤجل. من جهتها لفتت مصادر الكتلة الشعبية أنها منشغلة بإعادة تنظيم وتأهيل الماكينة الانتخابية، اتكالنا هو على الناس وعلى تاريخنا المشرف، إضافة إلى نتائج الانتخابات البلدية التي أثبتت أننا قد الكل. أما مصادر كتائبية مركزية فقد أكدت أن المرشح حتى الساعة هو النائب إيلي ماروني. مع هذا الخبر أصل إلى ختام جولتنا على الصحف. بعد هذا الفاصل الإعلاني نعود إلى متابعة برنامج الحدث. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع ضيفي شار جابور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية. استشار، ندخل مباشرة هلأ بالحقائب والمشاكل القائمة حول علامة رست يعني آخر أخبار البورصة الحكومية والحقائب، علامة رست حصة القوات في التشكيل الحكومي. يعني خلينا نقطتين سريعين. المشكلة ما هو مشكل حقائب، يعني المشكلة هو بالسياسي الوطني. الحقائب هي تفصيل، يعني المشكلة اللي عم نشهده منذ لحظة تكليف الرئيس حريري لليوم هو مشكلة بالسياسي، ما له علاقة بالحقائب، إنه الحقائب هي زريعة عم تتحججوا فيها لا يعملوا اشتباك وطني. عملوا الاشتباك الوطني، أنا بتقدير الاشتباك انتهى. هلأ بدك يعني معقول نشوف الحكومة خلال أسبوع؟ أسبوع عشر أيام، أسبوع عشر أيام بتطلع الحكومة، أسبوع عشر أيام بتطلع الحكومة. إيه إيه بتطلع الحكومة. الاشتباك الوطني خلص، خلص عملوا بدهم يعملوا الشباب، يعطيهم ألف عافية. وهلا شو عملوا؟ عملوا رابط، بيعملوا رابط نزاع على ملف اخر، على ملف ثاني بعدين، لانه ما بيروحوا هن بيروحوا اذا بدك باشتباكات ما بيروحوا باشتباك بالضرب القاضي، بيروحوا بجولات. عملوا اول جوله، هي جوله انتهت خلص، خلصت. مشان هيك هلا فتي اعتبارا من اليوم، فتي بالعد العكسي لتشكيل حكومه 17 ايام يفترض ان تشكل. طيب الحكومه كيف رح تتوزع الحقائب بهيدي بالنسبه للقوات في امرين. الامر الاول هي كانت رافعة أساسية بوصول الرئيس عون، وهي ستكون رافعة أساسية للعهد الجديد. الأمر الآخر، حصة القوات اللبنانية 5 وزراء بما معناه. نعم. يعني هي عندها، شو هن الحقائق؟ هي عندها 3 وزراء، عندها 3 وزراء، عندها نائبة رئاسة الحكومة، وفي الوزير ميشيل فرعون اللي هو حليف وهو صديق. نعم. للقوات اللبنانية. والحقائب الموزعة على هالخمس وزراء صارت محسومة. تفصيل شؤون اجتماعية محسومة الحقائب، يعني الحقائب بالنسبة للقوات مش هي الأساس، الأساس حجمها داخل طيب الحكومة. بس نحن كمان ما فينا، الناس كلها عاشت شهر على خبرية الأشغال والتربية والدفاع والداخلية. يعني هني جربوا يلهوا العالم بهذه التفاصيل، يعني يعملوا دخان. هل تحاول أن توحي استشار بهالكلام وبهالقد يعني الزهد بالحقائب أو التخفيف من قيمة هذا الموضوع؟ إنه أنتم رح تتنازلوا عن الأشغال؟ ما في زهد. أو إنه رح تتخلوا عن الأشغال لحتى ما تعتبروها تنازل؟ خلينا نقول المشكل ما يعني نرجع نوضح للرأي العام. اشتباك ما كان عها، الاشتباك كان إنه يا رئيس عون، أنت ليش عاطي القوات حصة 5 وزراء داخل الحكومة؟ بشو هي الوزارة؟ انت ليش متحالف مع القوات اللبنانيه؟ انت ليش تتلون بلون القوات اللبنانيه؟ انت هذا التحالف الحكومي هل سينسحب نيابيا؟ هل هذا التحالف هو تحالف ايضا مع تيار المستقبل؟ وهل يمكن ان يتمدد الى حزب التقدم الاشتراكي؟ ولوين بده يوصل؟ اكيد عم نسمع كلام في خوف من حلف ثلاثي او رباعي بهذا الاطار. بس 100% في حلف رباعي، بس ما الدكتور جعجع كان واضح، بدك اكثر من هيك، دعي فيه الضاحيه علنا، مش انه دكتور جعجع لما بيحكي كلمته بحكيها على العلن، قال في تحالف بين القوات وبين المستقبل وبين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي حكما في هذا التحالف، وقال كلام عن دروس بياخذ العالم وداعي بشكل واضح، قال لهم نتامل ونتمنى ان تكون الضاحيه الجنوبيه وان تكون عين التيني في قلب هذا التحالف، بدي اكثر من هيك؟ ما في مشكل، يعني ما حدا يتصور انه هذا العهد رايح يعمل مشكل مع حدا، ما في مشكل. المشكله الاساسيه عند الطرف يلي حاطط بعقله انه ما بده يروح على مشروع بناء الدولي. انت لاول مره من 90 لليوم، من 13 تسعين لليوم، انت رايحه تفصلي بين ملفين، تفصلي بين الاشتباك على عناوين كبرى
إلى علاقة بتحييد لبنان وإلى علاقة بدور لبنان بالمنطقة وبالسلاح ويروحي على بناء الدولة. نحن شو صار بال 26 سنة لليوم؟ صار في ضعنا بين اثنين، لا بنينا دولة ولا قدرنا حلينا المسألة السيادية. اليوم في فصل، نحن عم نقول خلينا نفصل المسألة الاشتباك الكبرى ونروح على بناء الدولة. بس شو عم يبين بالممارسة؟ عم يبين بالممارسة انه في طرف يلي خايف انه اذا نحن على بناء الدولة يسقط تلقائيا موضوع حضوره، موضوع سلاحه، موضوع دوره، انه خلص الناس انه انت انا اذا مواطن شيعي وارى انه صار في دولة فعلية بمؤسساتها كاملة، انا مني بحاجة لفوت على اي ادارة بواسطة اي انسان، وصار في فعلا مكافحة على الفساد واصلاح حقيقي، انا شو بدي امره عبر هذه الدولة، عبر القوات او عبر حزب الله او حركة امل عبر المستقبل؟ ما هيك؟ بس مش كثير هون كمان عم تتفائلوا يعني بهذا، مش قصة تفاؤل، مش قصة تفاؤل، بس انا يعني عم اقوله، انا عم اقوله كاترين انه من يلي بين ب 30 يوم عم بيقولوا له للرئيس عون ممنوع تبني الدولة. يعني اذا انت مفكر انك بدك تكون على مسافة واحدة من كل الاطراف وان تحيد لبنان عن الاشتباك السني الشيعي والسعودي الايراني وكل العالم عن بعضه، وبدك تعزل موضوع السلاح انه خيال موضوع السلاح مش هذا اهتمامنا، خلينا نروح على بناء الدولة، لن تستطيع. يعني نحن لن نسمح ببناء دولة قوية في لبنان، انه المنطق اللي عمله كيف رح يرجع يشكل يسهل يعني تشكيل يعني الحكومة، يعني المنطق اللي عمله رفيق الحبيبي، اذا هيدا موقف الحزب يعني ما بدي ارجع لاول سؤال كنا سألناه. لا ما تقلقش، كيف اذا هيك ما فهمنا ليش سهل عملية تشكيل الحكومة ورح نشوفها بعد اسبوع؟ برجع بقول لك، ما الامور بتصير على دفعات، بتصير بجولات. يعني هلا هيدي جولة شو بينت؟ انه لن يكون موضوع بناء الدولة مسألة سهلة، لن يكون مشروع إعادة الاعتبار لدور الدولة مسألة شربة مي، لا، في عراقيل قائمة. نحن مثلا استبشرنا خير لما طلع السيد نصر الله وعمل مؤتمر بيتخصص لموضوع بعلبك الهرمل، استبشرنا خير، كلام عم بيقول فيه خير الدولة تتحمل المسؤولية. يفترض انه نروح كلنا في هذا الاتجاه ونروح كله في هذا الاتجاه. نعم، خليني ارجع للحكومة. نعم، ما فينا ما نحكي بالحقائب، يعني لما بتكون حقائب تفصيل حقائب. لا تفصيل، بس بدنا نحكي تفصيل. طيب المرد شو رح ياخذوا اليوم بهذا؟ اذا المرد اخذ المخرج اللي عم بيحكي عنه، ما تقلك شو هي، ليش تفصيل؟ يعني انه اذا وزير المرد اخذ ثقافي او اخذ تربيه او اخذ اتصالي، شو الفرق عند الراي العام؟ ما هن عم يقولوا، ما هو السؤال عندهم، هن ما عم بيحكوا عن الفرق. المرد عم بيقولوا عندهم ثلاث حقائب، مش شو ما هو انا بتقديري لما نحط هيدي العقبه لحتى بجمعه تتشكل، لما نحط الامور بهذا الشكل، عم نحط عقب مش شو مهم. المرد موجود داخل الحكومه، شو شكل الوجود؟ ما هذا وجود سياسي داخل الحكومه، القوات اللبنانيه موجوده سياسيا داخل الحكومه من خلال خمس وزراء موجود، وهذا الوجود السياسي له علاقه، له رسالة سياسية أنه هي شريكة في المرحلة الجديدة وهي ستدافع عن العهد بكل قوة وبكل وطنية. هذا العنوان تبعه. النائب فرنجي يتمثل في الحكومة يكون أيضا شريك وفق المعطيات الجديدة. طيب حكينا بهذا وزارة المنطق، وزارة اتصالات أم وزارة ثقافة أم وزارة تربية، خير شو الفرق بين اثنين؟ انا ما بعرف. طيب الفرق بين اثنين، هن متمسكين بهالثلاث حقائق وعندهم اسباب، ما بعرف اذا حتبقوا عندهم اسباب، ما بعتقد حياخذوا. كيف حتنحل الامور؟ يعني ليه حضرتك متفائل انه بجمعه او 10 ايام رح تتشكل الحكومه؟ رئيس بري عرض صارت بقى معروفه انه انا بتكفل اعطي وزاره التربيه اذا بس قال فلتعرض جديا على المرد وانا كفيل ب ترتيب الوضع. بعد ما عرضت جديا انا بس هذا البيان متمسك فيها، يعني هذا البيان اللي طلع امبارح من عند الرئيس عون، هذا بيوحي انه في اشارات حلحله، ما هيك؟ والكل مدعوين. انا بتقدير النائب فرنجي ما بده اتصال، يعني النائب فرنجي لا يفترض انه يكون مدعو على بيته، قصر عبده هو بيته وبيت الكل اللبنانيين. يفترض بالنائب فرنجي، عودنا النائب فرنجي انه هو بيعمل خطوات، انه هو يبادر، ما هيك؟ يتفضل يطلع هو يبادر ويفرج قدام كل اللبنانيين انه انا جاي على القصر، ما بدي دعوه من حدا، ما بدي حدا، انا بكتفي بهذا البيان. لشو حاجه نعمل تقابلات؟ ماني بحاجه لوساطه من الرئيس بري، ومش انا الرئيس بري بوصلني على قصر عبده. والاشغال شو مصيره هون؟ لان كمان عندنا المرد وعندنا القوات والاشغال، شو بتعطوها للرئيس بري؟ يعني ما بتسال من الموضوع، ما نقصت انه عند الرئيس بري او عند القوات، يمكن تبقى عند القوات، يمكن تبقى عند الرئيس بري، انه ما انكم متمسكين فيها هيدي الفكره. القوات متمسكه بمشاركتها الوازنه داخل الحكومه، يعني متمسكه فيه، يعني متمسكه انه هي تكون بكتله وزاريه تدافع عن العهد. يكون عندها خمس وزراء، عندك خمس وزراء جوا، عندك تاثير سياسة داخل الحكومة، هذا الأساس. نعم، يعني طيب هوني بهالتشكيلة بتتمثل الكتائب؟ ايه ربما تتمثل في مكان للكتائب. نعم، ما في مشكلة يعني بصير خمسة لألكم، خمسة للتيار الوطني الحر، وزير كتائب ووزير مرده، هيدي الحصة المسيحية. يعني انه تصوير الأمر انه في عملية في وزير مسيحي يفترض انه يكون عند تيار المستقبل. ايه يفترض تكون هيك. لا نحن عم نقول ايه طبعا، هي القوات عم نحكي خمسه، لانه معنا هيبه رئيس الحكومه بس ما في اسقاط وزير عليها، لانه بيكون اخذ حقيبتين. القوات اخذ خمسه من هالمنطلق، ولذلك بيكون بالشكل اللي عرضتيه.
نعم. إذا خلال أسبوع. خلينا هون نحكي أكثر شوي عن بالمبدأ، نحكي بالمبدأ هيك. بالمبدأ. نعم. لأن صرنا يعني ما بدنا بقى نضرب مواعيد، لأن بتعرفي عشنا على ضرب مواعيد مختلفة خلال هذا الشهر ولا الموعد زبط. الاشتباك أنت ما بنعرف شو ممكن يجد من تطورات، بس أنا عم أقول فكرتين. الاشتباك رسائل الجولة الأولى اللي بدهم يعملوها يعطيهم ألف عافية. ما وصلت لمحل، بس انه اوكي اخذ جنرال عون بعين الاعتبار، يعني كيف يقول واحد اخذ علما، خي اوكي استلم اياها، وصلتونا رساله عظيم اخذناها وابتسمنا لكم يعطيكم الف عافيه، اخذ علما بالرسائل، اوكي خلص خلصتوني، هلا بلشت فتي بالتشكيل الحكومي الجدي وبلشت توسع الكوع. اذا تشكلت الحكومه بسهوله برايك رح يكون في عقبه من البيان الوزاري او بتتسهل الامور؟ في نموذجين للبيان الوزاري، يا اما نموذج الحكومه الحاليه بتعملي له كوبي بيست بتحطيه هو ذاته عليها، يا اما بتقولي انا بدي اروح على خطاب القسم. يعني كمان نحن بدنا نروح على منطق شو انه ما فينا بكره بيطلع لك حدا طرف مزايد في او في طرف بتحب تزايد لانه ما عنده شيء تعمله بالحياه الا المزايدات، انه هي يعني انه اذا سلمتيها مفاتيح البلد هي بتاخذ بتوصل البلد على واشنطن. هيدي ناس سخيفه. الاساس شو؟ انت اليوم في قوتين اساسيتين داخل الحكومه، ما هيك؟ في خلينا نقول في 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 حزب الله وفي القوات اللبنانيه. ما انت بدك تاخذي بعين الاعتبار انه وتيار المستقبل بطبيعه الحال، يعني في 14 و8 ادار، انت ما فيك تعملي بيان وزاري 14 اداري، وما فيك تعملي بيان وزاري 8 اداري، يعني كيف هالحكي؟ ما ناخذ بعين الاعتبار كيف بتنحل هيدي؟ لانه بدك تاخذي بعين الاعتبار طبعا البيان الواحد ما يرضي الجميع. كاترين يا ست كاترين، بدك تاخذي بعين الاعتبار 8 ادار و14 ادار، بدي اكثر من هيك؟ انا الي حق اعمل بيان 14 اداري اذا انا كنت لحالي بالحكومه، بس انا كمان ما فيي غيب فريق 8 ادار إيه لأنه أنا والله هيك حابي، ما فيك تغيبه، هذا طرف موجود عنده منطقه وفي ميزان قوة قائم وهو ممثل، هذا المنطق تبع مثل ما هو ممثل في الحكومة منطقه يمثل في بيان. كيف بدك توفق بين المنطقين ببيان الوزاري؟ ما بدها شيء، هذا الحكومة شو عملت خير؟ اشتركوا بالموضوع الإقليمي وبالموضوع حكومة الرئيس سلام كانت أكثر نموذج إنه حيدوا الملفات الكبرى عن الملفات الداخلية، هذا البيان الحكومي هو بيان بتحط بتكتبيه على الورق بتروحي على مجلس النواب وخلص بتضبيه بتحطيه بالجرور وبتسكري عليه وخلصنا، انه هيدي تتقطع مرحله. بس انت عمليا هو البيان الوزاري شو هو؟ بيعكس ميزان القوى داخل الحكومه بما يعني بده يعكس مثل ما في تمثيل 8 اداري، هذا التمثيل 8 اداري و14 اداري بينعكس كلاما بال 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 يعني بيتسقط داخل البيان الوزاري. هلا ما بدي اكثر من هيك، حاج نعظم الامور، بكره بيطلع لك حدا انه نعني خلص يعني ما رح نشوف اشتباك يعني على البيان الوزاري مزيدين. ربما الاشتباك سيؤجل او سيترك للقانون الانتخابي. بدك تشوفي مزيدين طبعا انه الانتخاب هو الاساس، ربما هذه المعركه الانتخاب هو الاساس خلف الموضوع، انه الاساس هو الانتخاب هو الاساس. بعتقد انه كمان في بيان لافت للقوات اللبنانيه عن مصادر القوات اللبنانيه بالامس، لافت جدا ركزت فيه على نقطتين. النقطة الأولى إنه في مشروع مختلط قائم مقدمة فيه. خلينا هذا الموضوع نحكي لأنه بعد الفاصل الانتخابات، ولكن بدي أحكي شوي أيضا عن التفاهم المسيحي القوات العوني وحدوده لوين يمكن يوصل. حدوده السما. شو يلي جعله هيك بهيدي القوة؟ ما في له حدود، اللي جعله بهالقوة متفقين لأنه إنه على الآخر على الحلوة وعلى المرة لو شو ما صار لا عودة إلى الوراء بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. أهمية هذا التحالف انه مش انه انت عم تقولي في دوله خارجيه راعيتهم حتى ما يشتبكوا مثل قوى اخرى موجوده، لا مسيحيه ما عندهم لا 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 دوله عربيه ولا دوله اجنبيه بالا فيهم، هن بيهتموا بحالهم. هذا التحالف اجى نتيجه قناعه وممارسه طويله بانه لا يمكن استعاده الدور المسيحي. عندما نتكلم عن دور مسيحي نتكلم عن دور وطني مش دور فئوي، يعني ما بعمره انا بتحدى حدا يخبرجيني أين تكلمت القوات اللبنانية مسيحياً من منطلق فئوي؟ أبداً. خطاب القوات على طول خطاب الدولة قوية وسعادة التوازن وسعادة الشراكة، بس نحن بدنا نفهم شو فلسفة التجربة اللبنانية، شو فلسفة التركيب اللبناني. فلسفة لبنان هو نقطتين، هو سيادة على كامل أرضه وهو شراكة ووطن رسالي. كيف يكون وطن رسالي إذا كانت الشراكة منتقصة وغير صحيحية؟ كيف بيكون المسلم يستطيع المسلم في لبنان أن يقول لكل العالم انتوا عم تتهموا المسلمين بانهم ارهابيين، وعم تتهموا المسلمين بانهم يرفضون الشراكه، وعم تتهموا المسلمين انه هن يرفضون العيش المشترك؟ خذوا التجربه اللبنانيه، في لبنان المسيحي والمسلم هن شركاء فعليين في القرار. مش مزبوط انه مثل كل دول العالم الاسلامي انه المسيحي هو مواطن درجه عاشره، لا، في دوله تقدم نموذج السني شريك الشيعي والمسيحي شريك السني والشيعي والدرزي، وكلهم شركاء مع بعضهم البعض. هذه هي القوات وهذا مشروع القوات، وهذا مشروع لبنان
وهذا التحالف بين تيار وطن حر وبين القوات اللبنانية. نعم، هون حتوقف مع فاصل إعلاني استشار، من بعده رح نحكي هذا التفاهم كيف رح يترجم بأي انتخابات نيابية يمكن أن تجرى بالربيع المقبل، وماذا سيتغير إذا ما حصلت على أساس قانون الستين يلي البعض بيشوف أنه هو الأرجح، يعني سيبقى قائما لا مش ضروري أم أبداً. على أساس قانون جديد يقر قانون جديد في الحكومة المقبلة. فاصل ونتابع قوانا. وصلنا للقسم الأخير من حلقتنا من برنامج الحدث لليوم مشاهدينا مع ضيفنا شار جبور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية. القانون الانتخابات هون البيت القصيد وربما المشكلة المقبلة التي تنتظر حكومة الرئيس سعد. خلينا نقول هيك ثلاث نقاط سريعة. يعني تأليف الحكومة بشكل سريع بيساهم انه نروح دغري على بحث قانون انتخاب، يعني لانه التاخير بضر بكل هذه المسائل. بعد من لحق هاي الفكره الاساسيه، بعد من لحق نعمل قانون جديد. السؤال واضح جدا، متى توافرت الاراده الوطنيه السياسيه؟ الامور تعالج ب 24 ساعه. طيب في اراده وطنيه سياسيه او انه الكل يرغب بالستين ويدعي العكس؟ تخدي كيف لو كان في اراده تاليف حكومه بشكل سريع تالفت حكومه من شهر أبدا شيء. إذا في إرادة وطنية لتأليف قانون لإقرار قانون جديد للانتخابات، أنا بتقديري بده يومين بنقر القانون لازم نقره. خلينا نقول هيك نستعرض بالمشهد شو بشكل سريع نقطتين. النقطة الأولى أخي، طب في ثلاث أطراف إني تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي متفقين على أنه مختلط، يعني مبدأ النسبية صار قائم وموجود. كمان في شيء حلو بدك كنت أقول لك مصادر القوات اللبنانية حكيت عنه اليوم لجريدة النهار. في شيء مهضوم انه في القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر من جهه عم بيصروا واكدوا على ضروره الذهاب لقانون انتخاب جديد صنع في لبنان، هي بدنا نحكي فيها شوي. واثنين وعم بيلتقوا وعم بيتقاطعوا مع الثنائي الشيعي حزب الله وحركه امل يلي هن حريصين على اقرار قانون جديد للانتخابات. يعني عندك كمان مكونين، يعني عندك مكون التيار القوات وحزب الله وامل عم بياكدوا. طلعت كتله وفاء للمقاومه أكدت على ضرورة إقرار قانون انتخاب. صحيح. الرئيس بري كل يوم بأكد على هذا. هلا باليومين الماضيين كمان صعدوا باللهجة اثنيناتهم، يعني كان في تحذير من أزمة أجمل وطنية. هاي مثلا صرفة في صفة في عندك مثل ما كان في مساحة وطنية التقت على انتخاب الرئيس عون بين حزب الله والقوات والمستقبل. هلا عندك مساحة وطنية جديدة عم تجمع حركة أمل وحزب الله وعم تجمع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وأيضا تيار المستقبل والاشتراكي والمستقبل قائم. يعني أيضا الأول. نعم بالسياسي هو المتهم الاول تيار المستقبل بس حرام. بانه بس مش مظبوط الرئيس انه هذا المشنوق ما رح يكون في افضل من الستين للمستقبل. الوزير انه هذا المشنوق فهم خطا، الوزير انه هذا المشنوق عم بحط القوى قبل تصريحه الوزير عم بحط القوى السياسيه. يعني الوزير المشنوق انه كان يحس القوى السياسيه على ضروره تاليف الحكومه سريعا والذهاب باتجاه اقرار قانون جديد، وعم بيقول انه الوضع الواضح انه كله عم يحط عرقيل. طبعا وضح مكتبه الاعلامي هذا الموضوع، ولكن من قبل تصريحه يعني إيه على مدى السنوات الماضيه. طبعا نفوت باتهامات زميلتي العزيزه، لا بس بالارقام إيه. يعني كل بالارقام اللي بهمنا بيناسبوا كثير الستين. كل اللي بهمنا انه قانون الانتخابات ممكن نحوله بدل ما نحوله لحاله انقساميه ممكن نحوله لحاله وحدويه وطنيه، ومثل ما صار في انتخابات رئيسيه صنعها في لبنان نعمل قانون انتخاب صنع في لبنان. ما بده عصا سحريه. وهذه للمره الاولى يكون قانون انتخاب صنع في لبنان، لانه القوانين السابقه كانت قوانين غازي كنعان، وقانون 2008 هو قانون الدوحه. فلذلك بنكون العهد حريص والقوات حريصه على اقرار قانون جديد يكون صنع في لبنان، يكون المره الاولى عم نقر قانون انتخاب صناعي. هلا منتابع لانه بنعرف انه 60 يعني بالارقام يقال انه بيأملكم اكثريه انتم كتفاهم مسيحي قوات عوني. بنأمل كيف ما كان الاكثريه. برجع باخذ الجواب منك، ولكن معي مباشره عبر الهاتف النائب جمال الجراح عضو كتله المستقبل. صباح الخير دكتور جمال. عم تسمعنا دكتور؟ صباح الخير. الو عم تسمعنا؟ انت معنا مباشره على الهواء دكتور، اهلا وسهلا فيك. تفضلي. دكتور جمال، هل صحيح أن الحلحلة باتت سيدة الموقف في موضوع الحكومة وأن الحكومة قد تبصر النور خلال أسبوع؟
يعني طبعا في جهود كثير كبيره عم تبذل بهذا الاطار، في مساعي عم بيقوم فيها الاطراف المناجين بتشكيل الحكومه. طبعا دوله الرئيس الحريري عم يقوم بكل جهد ممكن والاتصالات الممكنه للانتهاء من هذا الموضوع باقرب وقت، لان بعتقد انه ضيعنا كثير من الوقت، ضيعنا كثير من الفرص، وان الاوان لبدء العمل مع انطلاق العهد الجديد. عمليا يعني هذا العمل المبذول اللي عم تحكي عنه دكتور، والجهد يلي عم بيقوم فيه الرئيس المكلف، كيف سيترجم في الايام المقبله خصوصا لناحيه تيار المردة؟ وندخل دغري بالموضوع حقيبه التربيه، هل مستعد الرئيس الحريري للتنازل عنا لصالح تيار المردة؟ يعني بعتقد اليوم ما بدنا نفوت بالتفاصيل والتسميات، لانه في مشاورات حول كل هاي المواضيع وحول بعض الحقائب بطريقه انه كل الاطراف تكون منضمه داخل هذه الحكومه بطريقه انه تساهم مساهمه ايجابيه بنجاح العهد. اليوم القول انه حقيبه التربيه او غير حقائب حسمت او ممكن تشكل حل كلام سابق لاوانه قبل انتهاء المشاورات والاتصالات. نعم، يعني ما تقصد انه ما في شيء جديد على هذا الخط، يعني لانه الرئيس بري صار اكثر من مره عم بيقول، امبارح كررها امام زواره، انه فلتعرض جديا وزاره التربيه وانا كفيل بحل المشكله. يعني هيدي رساله واضحه للرئيس الحريري. يعني قد تكون وزاره التربيه هي جزء من الحل او كل الحل، لكن ما فينا نقول من الان انه انتهت الامور على حقائب معينه لاطراف معينه وبدا قطاع الحل او مشي قطاع الحل. نعم. برجع بقول لك المشاورات مستمره، الاتصالات مستمره، طبعا في سيناريوهات متعدده للحلول، لكن الثابت الوحيد انه كل الاطراف تسعى جديا للحل. نعم، هون كيف ينظر المستقبل الى البيان الذي صدر بالامس عن رئاسه الجمهوريه، ويلي طبعا كان فيه رسائل بشكل غير مباشر ولكن واضح انها باتجاه رئيس تيار المردة النائب فرنجية، هل من شأن ذلك التسريع في حل أزمة التأليف؟ ألو. نعم تفضل دكتور، سمعت السؤال؟ الحقيقة ما سمعت السؤال. إلا عم بسأل عن بيان بعبدة. نعم خليني أقول لك شيء. طبعا البيان اللي صدر عن رئاسة الجمهورية هي دعوة لكل الأطراف السياسيين للتعبير عن هواجسها اذا وجدت، خاصه بعد الحملات الاعلاميه التي شنت على رئاسه الجمهوريه. وتفسير بعض الصحف وبعض كتاب الصحف وبعض الجهات السياسيه التي تقف خلف هذه الصحف ان رئاسه الجمهوريه يعني غيرت من خياراتها السياسيه او اصبحت في المقلب الاخر من السياسه. نعم. طبيعي في مبالغة كثير بهذا القول، في مبالغة كثير بالتفسيرات والتحليلات، قد يكون الهدف منها الإساءة لرئاسة الجمهورية أو تخفيف من انطلاقة العهد. رئيس الجمهورية أصدر هذا البيان فيقول اللي عنده هواجز معينة يتفضل نتناقش نحن وياه بهذا الموضوع. أنا ما بعتقد أنه حصرا موجهة لسليمان بك فرنجية، لأنه هناك قنوات أخرى تعمل مع سليمان بيك. تقصد إلى الرئيس بري يعني أيضا؟ طبعا الرئيس بري على حسب هذه الاتصالات. نعم. وهو يحاول جاهدا إيجاد الحلول الممكنة لموضوع تشكيل الحكومة. نعم. لكن ما بعتقد رئاسة الجمهورية تريد أن تخاطب سليمان بيك بالإعلام أو ببيان أو بدعوة بالصحف أو إلى آخره. هناك قنوات تعمل مع سليمان بيك، كل الأطراف تحترم هذا الرجل. نعم. وتسعى أن نكون ضمن الحكومة من ضمن المتاح والممكن وتسهيل عملية تشكيل الحكومة. نعم، شكرا لك دكتور جمال. يعني قريبا حضرتك وزير للاتصالات بالحكومة المقبلة صحيح؟ والله هذا الأمر بيرجع لدولة الرئيس الحريري. نعم. يعني بالتسميات والحقائق. نعم، شكرا لك. على اي حال دكتور اهلا وسهلا فيك من جديد. بدي اختم معك استشار لانه وقتنا انتهى، كنا عم نقول انه يقال انه بالستين انتم عندكم بتحصدوا الاكثريه من بعد يعني ما حصل هذا التفاهم المسيحي العوني القواتي،
القوات شو تعليقك على هذا الموضوع؟ واليوم في دراسه كمان منشوره بالسفير بتقول انه التيار الوطني الحر باي قانون جديد بيحصدوا اكثر من قانون الستين. اي قانون؟ قانون الستين هو قانون مسحف، هو قانون ظالم، هو قانون لا يعبر عن تطلعات اللبنانيين عامه والمسيحيين خاصه. ولذلك القوات حريصه كل الحرص، وهي الطرف يلي بقي نادي وحيدا اليوم كلهم عم ينادوا بتغيير هذا القانون. والعهد حريص والقوات حريصه انه ما فينا نفوت بمرحله جديده بعهد جديد بتفكير جديد بمنطلقات جديده بقانون قديم. صحيح. علينا الذهاب، عم بيقولوا انه ضرب للعهد، علينا الذهاب لقانون جديد. ولذلك ما حدا يخبرنا محسومه برايك قانون جديد على الاكيد. هلا خلينا نشوف اذا مثل ما عم نشوف انه الثنائيه الشيعيه مصره والقوات عم تستقتل والعهد الجديد ما بده يتبنى شيء قديم، يعني لانه انت بدك تروحي على اللي هو عم بيقول العهد، حكومتي الاولى بتكون بعد الانتخابات. شو بعد الانتخابات؟ بعد الانتخابات يعني على 60؟ لا، على شيء جديد. هيك طيب. وتيار المستقبل عم بيقول ايه، انا مستعد واكون والاشتراك ايضا. فلذلك كله اذا كل هذه القوى في زخم سنسلية. الموجود يعني برايك في زخم موجود، في زخم قانون علينا جديد. ترجمه هذا الزخم من خلال نقول انه نحن كلبنانيين قدرنا نتفق على رئيس، قادرين نتفق على حكومه، قادرين نتفق على الانتخاب، وخلينا نفوت بالورشه الوطنيه من بعد. حتى لو اضطرينا نمدد كم شهر تقنياً. ما في تمديد، لا تمديد تقنيا بحكي عن هذا الموضوع. تقنيا حتى تقنيا ما في زوم. عندما تتوافر الإرادة الوطنية والسياسية فلنذهب إلى انتخابات نيابية في توقيت، ما في زوم. ونترك هذا الموضوع حال بعد كثير له الأولوية. هلأ تأليف حكومي أولا، الذهاب إلى قانون انتخاب ثانيا، ولك الحديث بعدين. أنا بشكر حضورك معنا اليوم استشار جمهور. أهلا وسهلا فيك من جديد رئيس جهاز الإعلام والتواصل بالقوات اللبنانية. أهلا وسهلا فيك. شكرا للمتابعة أيضا مشاهدينا، وإلى اللقاء.